يلا يا عم ده الطريق امشي يا عم ده فين يا عم انت اللي غلطان يا عم طريق لا اله الا الله يا عم احنا صايمين يا عم انا صايم اتكل على الله لا اله الا الله اللهم اني صايم يا عم اسمع اللي بقول لك عليه اتكل على الله لا اله الا الله يا عم اتكل على الله يا عم الواحد صايم اقول له اتكل على الله يا الله اللهم اني صايم يا عم صايم كمال يا حرام عليك يا كمال في حد يصحي حد كده ايه ده المغرب ادن الشوربه بسرعه كمان الشرب مغرب ايه حسين اللي ادن يا حسين احنا يا دوبك بعد العصر بعد العصر طب صحي لي يا كمال بعد العصر اللي رجعك بدري يا حسين تعبت في الشغل يا كمال الجو حر واول يوم رمضان وفجاه حسيت اني عطشان قوي ولساني لازق في بوقي سحرتيني كلها ولا يا كمال هتسترجل شويه يا حسين وبطل شغل العيال دي الله اسكتي يا كمال والنبي عشان انا عطشان قوي يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش جمل ولا حتى صفاره استحمل العطش طب قوم قوم ادخل معايا ساعدني بقى يا حسين اساعدك فين يا اختي في المطبخ لا ما اقدرش ريحه الطبيخ ماليه منور العمار ايش مشمر ومحمر لا لا وبعدين يغمى عليا مامي جت قومي جت يا روحي يا روحي يا روحي ازيك يا حبيبتي ايه ده ايه ايه يا حسين ايه ده كاردي بتاكل ايوه يا حسين انت صايم كمان احنا مش قلنا كمان 100 مره في الصيام العالي تعلموا صومه لا 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 يا حسين اخصى عليك ملكش حق ابدي ابدا انا يا رب النت يا حبيبتي احسن واحده تصوم من السحور لحد ما تصحى انا بتعب قوي لما بصوم وانا نايمه يا فندم يا حبيبه قلبي بتصوم وانا نايمه يا حبيبتي روحي ليه يا رب ما خلتنيش اصوم وانا نايم او حتى نام وانا صايم يا رب اللهم لا اعتراض بعد الفطار يا ابن الانبار اضرب كل سنه وانتم طيبين يا اولاد انت طيبه يا مامي في ايه يا علي في ايه يا علي بالراحه على نفسك هتفطس انا فعلا كنت هفطس من العطش ايه يا حبيبي بس انت ما عملتش اي حاجه غير انك عمال تشرب ميه تشرب ميه تشرب فيه انت ما اكلتش حتى ماليش نفس للاكل انا كنت هموت من العطش خلاص يا جماعه انا هخش انام ومحدش يصحيني قبل السحور ها طب يا حبيبي دوق اي حاجه من الاكل انت ما كنت صايم طول النهار معلش يا حبيبتي مش قادر تسلم ايديكي ريحته كانت باينه هي ماما ما نزلتش تفطر معانا ليه ما فيش كلمتها علشان تنزل تفطر قالت لي لا مش عايزه بعت لها افطارها فوق يلا مش اشكال كل سنه وانتم طيبين يا اولاد انت طيب يا حبيبي تصبحوا على خير اوعى حد يصحيني قبل السحور حاضر خد المية معايا بس يمكن احتاج لا علي اوعى تبل السرير يا علي مامي مامي هاتي بقى برنامج هاني رمزي والنبي النهارده حلقه داليا البحيري يا اختي بلا داليا البحيري بلا قرف ليه يا مامي دي بنتها صاحبتي كيمي مامي مامي بقولك ايه هاتي يوميات زوجة مفروسة حلوة قوي لا 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 انا عايزة اتفرج على مسلسل مصطفى شعبان ابو البنات في بنوتة جديدة قمر اسمها نور ايهاب عاملة دور يجنن شبه كده يا ميوي هاتولنا مأمون وشركات في يا علي انت مش كنت عايز تنام اصلي بحب عادل امام وانا كمان بموت فيه حد يقول لي طبق الحلويات ما تمد ايدك يا علي هو في ايه خد المسلسل فظيع قوي قوي هموت واعرف ايه اللي هيحصل لعلي البدري المهم سليم البدري هو اللي هيعمل ايه سيبك من علي اسيبني من علي ازاي بس وانا ليا غيره انا بتكلم عن علي البدري وانا بتكلم عن علي الطيب الله وبعدين ما نلم نفسنا شويه ونعمل حساب للشهر الكريم ولا فرجكوا على اخر حلقه من دلوقتي في ايه يا بابا ما احنا فطرنا خلاص بقى بقولك يا بابا انا عايزه اتصل بماما اطمن عليها طمن امك زي الفل زي ما انا هيصه في وسط اخواتها صحيح ازاي مامتك ما جاتش عشان تفطر معانا النهارده اصل الست موينجي متعوده كل اول يوم رمضان تتلم هي واخواتها ويفطروا عند امهم ربنا ما يقطع لهم عاده انا كنت فاكره انك مزعلها عشان كده ما جاتش تفطر معانا بابتي انا يزعل مامتي انا لا يمكن
بابا حبيبي مش ممكن ابدا يزعل ماما في اي يوم من السنه، وخصوصا بقى اول يوم رمضان، مش كده يا بابسي؟ احنا مربيينه. بقول لك ايه، ما تلمي نفسك بقى ماما شويه، ما يصحش كده. يعني هو كان يصح ان حماتك ما تجيش تفطر معانا في اول يوم رمضان؟ هي وفرت. كنافه بالريد فيلفت حلوه قوي علي، تعالى خد لك حته. لا ده ايه ده، اكل حته ايه؟ انت اللي عاملاها دي؟ لا يا حبيبي دي من بره، بس بقى الجاهز بيبقى احلى واطعم بكتير. كنافه بالريد فيلفت دي، كنافه يعني كنافه، وبسبوسه يعني بسبوسه. نحب الحاجات بتاعت رمضان الشرقيه دي، مش الكلام اللي لسه طالع لنا جديد ده. هاتي وريني البتاع ده. لا يا حبيبي، طالما انت بتحب الحاجات الشرقيه اللي بتعمل في البيت ابقى اعملها انت، بس خليني انا الريد فيلفت. طب ما تغير الاعلانات دي ليه يا علي؟ تغيرها ليه؟ احلى حاجه في رمضان الاعلانات، ما عادش اتفرج على حاجه غيرها لان بيبقى فيها فن، وبتلاقي بقى كل الشركات بتتنافس مع بعض. اه هو كله على حسابنا، احنا اللي بنشتري في الاخر. جبت الفول والزبادي علي؟ لا ما لحقتش، ما انت عارفه يا حبيبتي بعد الفطار الواحد ما بيلحقش يعمل حاجه. يعني ايه يعني ما لحقتش؟ يعني احنا هنتسحر ايه دلوقتي بقى؟ سحر ايه بعد اللي عماله بتحشيه ده كله، لسه هتتسحري كمان؟ لا بص بقى يا علي، انا ما بعرفش اتسحر غير فول، ده مسمار البطن. مسمار البطن ايه بقى؟ انت بتعملي اساسات في بطنك؟ ايوه بقى، انت ما بتفهمش في الاكل على فكره. وانا ما بعرفش اصوم غير لما اكل الفول، انا عايزه فول يا علي. طيب خلاص، انت عايزه فول وانا عايز فول، شوف حد بقى يجيب لنا فول. انت هتهزر يا علي. بقول لك ايه، اذا هتسحرني النهارده اي حاجه يبقى الفطار بكره برضو اي حاجه. ما انا بصراحه مش قادر انزل اجيب فول عشان حضرتك عايزه تتسحري فول. خلاص يا حبيبي، الفطار بكره عباره عن عيش وجبن، ايه رايك بقى؟ لا يا حبيبتي بس كده، عايزه الفول ساده ولا محوج؟ يا حبيبي عايزه محوج وبزيت الزيتون. اوكي يلا يا لولو. ايه ده زحمة. أنا مش قلت 100 مرة محدش يلعب بالصواريخ دي لأنها خطر وممكن أي حد يتعور؟ مامي إحنا فرقعنا فوق العشرين صاروخ ومحدش حصل له حاجة. ربنا ستر الحمد لله، بس أنا وداني اتخرمت ودمي نشف. خدي بقى فرقعي الصاروخ ده عشان يكون رقم 21 عشان تحسي بالمتعة اللي إحنا فيها ومحدش هيحصل له أي حاجة. لا بس هيبقى فيه ضحايا، إيه رأيك بقى؟ تعالوا يا جزم منك ليها. يا مامي في ايه؟ احنا بنهزر معاكي، ده مقلب زي بتاع هاني رمزي. هاني رمزي؟ عمرك شفتي هاني رمزي بيولع صاروخ في امه؟ بس بيفرع جوه الطياره صواريخ ومحدش بيتضايق ولا بيزعل عشان ده هزار. لا عشان ده هاني رمزي.